مشاهدينا، ورد قبل قليل هذا الخبر عن مكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الذي تمكن من إجهاض مخطط إرهابي خطير على خلفية إيقاف مواطن تشادي تابع لتنظيم داعش اليوم الجمعة بأحد البيوت الآمنة بمدينة طنجة، وذلك بناء على معلومات ميدانية دقيقة. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن التحريات الأولية كشفت أن المعنية بالأمر الذي ولج المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الرابع من ماي الحالي قادما إليه من تشاد تم إيفاده إلى المملكة من قبل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية من أجل تأطير وتكوين خلايا نائمة تضم متطرفين جزائريين ومغاربة متشبعين بالفكر الداعشي لشن عمليات إرهابية نوعية تستهدف مقرات بعض البعثات الدبلوماسية الغربية ومواقع سياحية في أفق زعزعة أمن واستقرار البلاد تماشيا مع أجندة داعش. وتابع البلاغ الذي ورد قبل قليل أنه في إطار هذا المشروع الإرهابي قام المعني بالأمر بعمليات استطلاعية لبعض المواقع المستهدفة، وذلك بهدف التحضير لتنفيذ عدة عمليات متزامنة من حيث التوقيت لإرباك المصالح الأمنية وأحداث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات على غرار الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء تاريخ 16 من ماي العام 2003. كما أظهرت نفس الأبحاث على أن هذا المواطن التشادي كان يعتزم إعلان المنطقة الشرقية للمملكة ولاية تابعة لما يسمى بالدولة الإسلامية. وتأتي هذه العملية الاستباقية يضيف البيان في خضم تصاعد التهديدات الإرهابية من لدن ما يسمى بالدولة الإسلامية من أجل خلق ولايات تابعة لها أسوة بفرعها في ليبيا. أبرز البلاغ أنه يتضح جليا من خلال الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية من أجل التصدي للأهداف التوسعية لداعش وإيقاف المتشبعين بفكرها الدموي والحاملين لمشاريع إرهابية داخل التراب الوطني لجوء ما يسمى بالدولة الإسلامية إلى تغيير استراتيجيتها من خلال إفادة أحد أعضائها المنحدرين من دول جنوب الصحراء إلى المملكة. وخلص البيان إلى أن العمليات الاستباقية المتوالية ضد الشبكات الإرهابية مكنت من إحباط العديد من المشاريع الإرهابية التي كانت تستهدف أهدافا نوعية سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى حجز ترسانة المهمة من الأسلحة والذخيرة والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والسموم لدى أعضاء هذه الخلايا المفككة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معه تحت إشراف النيابة العامة. مشاهدينا، سنعود لهذا الخبر بمزيد من التفصيل والتحليل في مواعيدنا الإخبارية القادمة.